انا مش اهلاوي متعصب، انا زملكاوي. انا عمدة نادي تاليين حاليا يعني. طالما بيص يعني طالما انت قول السؤال تاني. انا اهلاوي بس مش متعصب، لان العصبية لا تكون الا لله. قلبك عامر بالإيمان، لا إله إلا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وديننا لا يتمعر ويغضب المسلم إلا لدينه، وإذا انتهكت محارم الله. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي المسلم بشكل عام. لو احنا بقى هنغضب ونتعصب عشان ترفيه أو عشان حاجة تانية، يبقى احنا كده زي ما بيقولوا انت مريض. يبقى انت مريض ومحتاج تكشف، بس للأسف انت مريض في دينك مش في جسمك او في حاجة تانية. خلينا ناخد نقاط سريعة كده في موضوع الكورة وبالذات والتعصب فيه، وناخد الأول نقاط نقدر الناس بتنصح فيها للناس اللي بتتعصب في الكورة، ونصايح إلى حد ما لها عليها ما عليها. أول حاجة أقول لك 12 22 لاعب مليونير بيلعبوا وإحنا وأنت مش مستفيد حاجة. لا أنا بستفيد، ده ترفيه ومناكفة في صحابي وتغيير جو. بقول لك يا سيدي، لا عمره لمس كورة وقاعد عامل لي فيها خبير عادي، يعني ان في ناس معاقه ما بتتحركش، وفي ناس ما مارستش رياضه، ويقدر يبقى من خلال المشاهده وبتاع عنده خبره، ويقدر يحط يتكلم في تشكيله مدرب، يتكلم في احترافيه لاعب في كوره. بقول لك واحد برضو يجي ينصحك يقول لك ايه، تتفرج على الكوره كده ومن المسجد الاقصى اسير او طب ما موضوع طويل ويطول شرح، مش ال 45 دقيقة أو 90 دقيقة اللي هتتفرج عليهم كرة هم اللي منعنا من تحرير الأقصى يعني. خليك منطقي في مصحك شوية. أقول لك أنا من سنة 45 قبل الميلاد بطلت أتفرج على كرة وربنا عافاني من المرض ده. ماشي يا سيدي، ربنا عافاك، أكيد ربنا يصلح حالك، وأكيد أنت بتستخدم الوقت دوت في أشياء مفيدة تانية وبتضيف حاجة، فمش معيار برضو ان انت ما بتتفرجش، فده يعني مديك ميزة عن حد يعني، مش ده المعيار. برضو يقول لك الكرة دي افيون الشعوب للتغييب. اي ماشي، يا ريت افيون بتاع تغييبنا عندنا وعن قضايانا يبقى هي الكرة بس. يعني موضوع الافيون والمخدرات انواع كتيرة، ويمكن يكون اخفهم في الادمان الكرة. وشفنا طبعا محاولة التسفيه من جمهور الكورة بشكل عام أو المشجعين إن دي ناس ما عندهاش ثقافة أو إن ناس تافهة زي ما بيقول. لأ، وبالعكس يمكن روابط الألترس والمشجعين والشباب في دول كتيرة مش في مصر بس أثبتت مدى وعيها ومعرفتها إن الموضوع مش موضوع كورة، لأ إن في الأمة ليها قضايا. وشفنا في المدرجات الشعارات، وشفنا الهتافات المحترمة اللي بتتفاعل مع قضايا الأمة ومع الأشياء المهمة. فبالعكس الشباب أثبت إن هم مثقفين، إن هم مهتمين، إن هم حاتين الكورة بشكل عام أو التشجيع الكورة في حجمها الحقيقي. الإعلام بقى واللي لهم أغراض معينة اللي بيحاولوا يسفهم من الشباب دول إن هم حياتهم كلها كورة، طبعا كلام مش سليم. في برضه نقاط إيجابية خلينا نقدر نتكلم ونأكد عليها. شجع بدون تعصب، ماشي؟ راقب نفسك في الدقيقة وفي الأوقات الحرجة لفريقك، الدقيقة 90 ماتش قمة كلاسيكو مش عارف إيه، راقب أخلاقك وشوف تصرفاتك وألفاظك في المواقف الحرجة دي. طبعا مبروك في شهر فبراير اللي فات كان والع مع الزمالك. والأهلي برضه مش قد كده في أفريقيا يعني، الأهلي أي نعم واكل الدوري ودايس على كل الفرق بما فيهم الزمالك الهربان. بس في افريقيا الاهلي مش مستواه مش قد كده. الزمالك يعني الترجي ما تفرحوش قوي لان الترجي مش هو الترجي. الاهلي طبعا نتيجته مع صن داونز الى حد ما يعني مش، والاسبوع ده هيتقرر الجميع، ونتمنى طبعا الصعود للاهلي والزمالك كممثلين للكره المصريه. طبعا في نقطه تانية، التشجيع بقى الدولي اللي هو مدريدي برشلوني الكلام ده كله، السيدة العجوز يعني. انا طبعا قلنا ان تشجيع الكرة شيء من ترفيه للنفس
وشيء يعني مباح، الترفيه مباح، انما ان ياخد اكبر من حد يعني حجم الصراحه، وتتفرج بقى على مباراه فريقك الدولي وفريقك المحلي والمنتخب، فانا مش عارف بتجيب منين الوقت ده كله، او انت عندك فراغ ولا ايه الموضوع؟ ربنا يكون في عون الناس اللي بيتابع كل ماتش وكل دي، ده انت يعني بضيع وقت كبير جدا كنت المفروض تستفيد منه في حاجات تانية يعني. اخر نقطه برضو ايه، مش اخر نقطه، محمد صلاح وساديو ماني المفروض ان معيارنا كمسلمين، اتنين مسلمين، فاخلاقهم في الملعب ومهارتهم وبرضو اخلاقياتهم بره الملعب واللي بيقدموه كثقافة ونموذج للإنسان المسلم يعني، بالذات إن هو بيبقى في إيديه شهرة، فيقدر مثلا زي سجدة يقدر كتصرف الناس تدور إيه هو الإسلام يعني إيه مسلمين، ف يعني زي بيقولوا رسول للمسلمين. وإن كان طبعا في الملعب الواحد بيتمنى إن صلاح هو اللي يسجل من الاستاديو عشان يبقى هو الهداف. إحنا بنتكلم عن العصبية وبتاع، والواحد شكله أنا كده أنا مريض كنت عيان ولا ايه؟